استاذ عوض، شكرا جزيلا. كمان رسائل حلوه استاذ وليد، الذهب يا سلام على الصور اللي مليانه ذهب، ابعت بقى شويه. بيقول حوار شخص ناطق مع شخص من الصم والبكم، حوار الاشاره والعيون على فكره يحدث. ومره في الاذاعه في البدايات خالص روحت سجلت من قهوة معروفة جدا، السم والبكم بيقعدوا فيها يتبادلوا النكات والقفشات، وكان كنت مستمتعة جدا بحوار أفهم كل معانيه، وما كنتش أعرف أي شيء عن لغة الإشارة، لكن الحوار بيتفهم. شوفوا حاجة عجيبة جدا، الحوار يتحس قوي، حاجة محسوسة بالقلب والمشاعر. بشكرك جدا أستاذ وليد، بشكر كل أصدقائنا المتواصلين. خلونا ناخد تليفون أستاذ سعد. صباح الفل على حضرتك. أهلا وسهلا. يا سلام يا رب يا رب، ده حاجة جميلة وعظيمة، تحملنا مسؤولية ضخمة جدا يعني. هو كده، وانا صدق ما اقول يعني. بشكر حضرتك. تعمل وانا معنا ان العلم نور. ايوه العلم نور. ايوه تمام. ان العلم واحنا بقى بنور لنا النور، واحنا نشوف بقى. يا رب يا رب، ربنا يقدرنا جميعا في الإذاعة المصرية وفي إذاعة الشباب والرياضة على التواصل ده دايما. حسيت ان انا مدين ديجي بالكلمتين دول، فقلت اقول لك ده العفو العفو، ده اذا كان في حد فينا مدين فاحنا كلنا مدينين لكل مستمعينا بالمحبه الكبيره دي اللي بتخلينا نكمل. ربنا يبارك في انتظارك ان شاء الله كل اسبوع باذن الله. بشكر حضرتك جدا جدا. على التليفون الثاني استاذ عمر. استاذ عمر، عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. ده انا فرحانه جدا، انا حتى بيقولوا لي استاذه ايمان، استاذ محمد صلاح، استاذ احمد امام، عمالين يقولوا لي عمر عمر. انا برضو عمر جديده علينا في الفتره. اهلا وسهلا. ايوه تمام تمام، اكون خلصت منه بحاجه حلوه ثمره. شوف حتى التعبير ثمره، ثمره للحوار، حاجه مفيده. والله تخيل استاذ عمر القصه دي، الختام بتاع الحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات، والله جات لي عليه كميه رسائل لا تتخيلها بهذا الشان، وجوده البنت وتصرفها وعظمه التصرف في حوار راقي بينها وبين ابوها. وبرضه هو ما كبرش يعني، بص برضه جمال الاب. ما هو اعترف يعني وقالها يعني مثلا انا كنت اسيت عليك وكده وحاجه كده يعني، ف ربنا يجبرني مثلا ان انا ارد بقى ظلم ليك. صحيح. بشكرك والله يا استاذ عمر، شكرا شكرا.